موجز الأخبار من أورينت، أهلا بكم. عقب اجتماع مع ضباط ميليشيات إيران وأسد، مقتل قيادية في ميليشيا قسد وإصابة أخرى جراء غارة من طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارتهم في مدينة الزهراء بريف حلب الشمالي. متظاهرون غاضبون في ريف حلب يغلقون مكاتب شركة آكي إنيرجي للطاقة والكهرباء في كل من عزاز ومارع وصوران وأخترين والراعي، وذلك احتجاجا على رفعها سعر الكهرباء المنزلية من 3.20 ليرة قرشا إلى 4.75 ليرة قرش. انتشار عبارات مناهضة لإمبراطور المخدرات بشار أسد على جدران بلدة زاكية في ريف دمشق تطالب بإسقاط نظامه، بالتزامن مع مشاركة ناشطين في العاصمة صوراً تدعو لانتفاضة جديدة. تزامناً مع استمرار الاحتجاجات في السويداء وقطع الطريق مع دمشق، أهالي بلدة القرية يعلنون البدء بإضراب عام يوم غد الأحد، ويحذرون حكومة ميليشيا أسد من التصعيد في حال عدم استجابتها لمطالبهم. وفد روسي بمشاركة عدد من قيادات ميليشيا قسد يزور خيمة الجبور في مدينة الحسكة على خلفية التوتر الأخير الذي شهدته المنطقة بين أبناء القبيلة وميليشيا الدفاع الوطني. ميليشيا حزب الله اللبناني تزعم مقتل أحد المسؤولين عن تفجير منطقة السيدة زينب جنوب دمشق نهاية الشهر الماضي، بعد أن رمى نفسه من الطابق السابع خلال مداهمة عناصر الحزب مكان إقامته بحي السلم في الضاحية الجنوبية، فيما قتلت شخصا واعتقلت آخر خلال العملية. كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاطاي كيليتش يقول إن الاجتماع بين أردوغان والأسد ليس مخططا له في المستقبل المنظور، مشددا على مواصلة العمل على تنظيمه. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحرم 1500 عائلة من مساعداتها النقدية في الأردن، وتوضح في بيان لها أن عدد الأسر المؤهلة بموجب النموذج الجديد للمساعدات النقدية سيصبح 28500 عائلة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين سيرتفع من 118000 في حزيران إلى 150000. نهاية الموجز، إلى اللقاء.